تعلن عائلة ميرزا عن بلغ إدانتها واستنكارها للتدخلات القطرية ومحاولتها استهداف أمن واستقرار البحرين الغالية، وذلك عبر بث الأكاذيب والادعاءات والافتراءات التي لا تستند إلى الحقائق من خلال قناة الجزيرة التي تسعى إلى إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد. وجددت عائلة ميرزا الوفاء والولاء لمقام جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله.